السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هعمل بسكوت الاوريو بمقادير بسيطة خالص، هتطلع لنا كمية كبيرة، غير كمان ان هيطلع البسكوت نفس شكل البسكوت اللي الولاد بيشتروه من بره. فبكده انت هتعمليه في البيت من غير مواد حافظة وهيبقى امن على ولادنا. دلوقتي انا المقادير اللي معايا 100 جرام زبدة، كوباية دقيق، نص كوباية كاكاو، ونص كوباية سكر بودر، وبيضة واحدة، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. بيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم بتبقى موجودة عند العطار. وهنا هحط كل المكونات الجافة كده على بعض واقلبهم كويس. وهنا الكاكاو اللي انا مستخدماه ده كاكاو فاتح مش كاكاو غامق. حطيت الدقيق على الكاكاو على البيكنج صودا على رشة ملح، ولازم تنخلي الدقيق والكاكاو كويس عشان يدخل فيهم هوا، وكمان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات كده لازم تصفيها كويس او تنخليها كويس. والبيكنج صودا ما تزوديش، دي معلقة صغيرة خالص. وحطيت كمان رشة ملح. هقلب بقى المكونات الجافة كلها كده كويس مع بعض. بعد كده نعمل الزبدة على السكر. دلوقتي الزبدة معايا بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت عليها نص كوباية سكر البودر، وبرضو نخلتها كويس، وهضربهم كويس قوي بالمضرب لحد ما السكر والزبدة يدوني قوام كريمي. بسيطة خالص ومقادير بسيطة خالص، وهتطلع لي الكمية. شوفي في الآخر كمية حلوة قوي. دلوقتي الزبدة والسكر اتضربوا معايا، هم ادوني قوام حلو قوي زي ما انتوا شايفين. هنزل عليهم بالبيضة واضربهم برضو كويس. خلاص كده. دلوقتي انا هنزل بقى بالمكونات الجافة واقلبها كويس مع الزبدة والسكر. وهقلبهم كويس مع بعض، ولو لقيتها محتاجة شوية دقيق بزودها، بس زي ما انتوا شايفين انا بزود الخليط شوية بشوية عشان اشوف الزبدة معايا هتاخد قد ايه. كده انا حطيت الخليط معايا كله اللي احنا عاملينه مع بعض، وهعجنها بقى بايدي كويس. هنا كده لقيتها ان هي محتاجة شوية دقيق كمان، فانا زودت ربع كوباية دقيق ومحطتهمش كلهم، حطيت شوية صغيرين وقلبت ولقيت محتاج تاني فروحت مزوداهم. فكده انا على 100 جرام زبدة انا حطيت كوباية وربع دقيق، ومش كل دقيق بياخد نفس المقدار زي التاني، فلازم تعملي نفس الخطوة اللي انا عملتها دي شوية بشوية لحد ما يديك القوام اللي في الاخر هتشوفيه معايا. زي ما انتوا شايفين انا حطيت ربع الكوباية كلها. بصوا العجينة لمت معايا ازاي اهي، وبقت طرية كده مش ناشفة. خلاص كده لازم اهم حاجة بقى دلوقتي ان احنا نسيب العجينة دي معانا في التلاجة تريح حوالي ساعة. هقفلها كده في كيس تلاجة وهدخلها التلاجة حوالي ساعة، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. وهنا دي هنعمل الكريمة اللي بتبقى جوه البوريو او الاوريو. هنا معايا 70 جرام زبدة او 1/3 كوباية، وحطيت عليهم نص كوباية سكر وضربتهم كويس، وحطيت كمان رشة فانيليا، وهضربهم كويس قوي بالمضرب. زي ما انتوا شايفين بصوا قوامها عامل ازاي، حلوة قوي. على فكرة السكر اللي انا استخدمته سكر ناعم. خلاص كده برضو هسيبها في التلاجة لحد ما نكمل العجينة مع بعض ونشوف هنكمل فيها ايه. وكده العجينة ارتاحت معايا ساعة في التلاجة. هحط عليها كيس تاني كده، كيس تلاجة، وهفردها كويس. على فكرة لازم ترقي العجينة قوي، ما تبقاش مليانة،
يعني تكون رقيقة خالص علشان البسكوتة تطلع معاكي رقيقة مش مليانة زي اللي احنا بنشتريها من بره. وان انت تفردي العجينة كده ما بين كيسين بتسهل معاكي ان انت تفرديها كويس، وغير كمان ان انت بتعرفي تطلعيها تحطيها في الصينية بتبقى سهلة معاكي خالص، غير ما تفرديها على الرخامة او على البورد بتبقى صعبة ان انت تطلعيها. يعني زي ما انتوا شايفين بصوا سمكها رفيع خالص ازاي. دلوقتي هجيب قطعة بقى بحجم البسكوتة بتاعة الاوريو، هي القطعات دي بتبقى موجودة في كل مكان وسعرها مش غالي، ولو مش عندك ممكن تستعملي اي حاجة حتى لو غطاء زازة اي حاجة عندك تبقى نفس الحجم ده، او كوباية مثلا كوباية صغيرة كده. انا هقطع كل العجينة اللي انا فردتها كده بالشكل ده، بس كده بصوا بفرغ بقى العجينة الزايدة كده حوالين الشكل اللي انا عاملاه، وبعد كده بطلع الشكل زي ما انتوا شايفين. وبعدين هحطه في صينية تكون حط عليها ورق زبدة او دهناها دهنة بسيطة خالص من الزيت، وهكمل الكمية كده زي ما انتوا شايفين. لازم يفرغ العجينة بعد كده اشيل الشكل وحطه في الصينية، سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة. وانا دلوقتي في نفس الوقت ده كنت مشغلة الفرن علشان يسخن على درجة حرارة 180 لحد ما اخلص التشكيل، يكون الفرن حقق معايا درجة الحرارة 180 كده. انا خلصت الكمية كلها، والباقي رحت فرداه برضو تاني وشكلته نفس الطريقة. خلاص كده انا رصيتهم كلهم في الصينية، ودي قطعة بسكوت اوريو، قطعة بسكوت اوريو حقيقية يعني. وبجيبها بجيب باكت صغير، والبسكوتة بصوا بعملها كده كأنها اسطمبة زي ما انتوا شايفين بتطلع نفس شكل الاوريو. يعني شايفين هعمل معاكم كذا واحدة عشان تشوفوا. تضغطي كده على الشكل اللي احنا عاملينه بالبسكوتة الاوريو اهي، بيطلع معاكي نفس شكل البسكوتة، يعني اعتبريها ان هي اسطمبة. اهي بالشكل ده هكمل الساق كله وهدخله على طول الفرن. او شايفين بقت شكل الاوريو خالص ازاي، اللي يشوفها مش هيفرق ما بينها وبين الاوريو الحقيقي. ضغطة بسيطة خالص علشان ما تلزقش معاكي في العجين، هي ضغطة بسيطة بتطلع لك الشكل. بس كده الاوريو طلع وبرد خالص معايا اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا شكله عامل ازاي ومقرمش وتحفه، البيكنج سودا مخلياه مقرمش حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. ودي الكريمه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض وسيبناها في التلاجة. هحط بقى كده قطع في الكريمه من الكريمه في على البسكوته، وهحط عليها بسكوته تانية. خلاص كده بقى معانا اوريو. هحاول بقى اظبط الكريمه تبقى كلها كده يعني مالية البسكوتة اهي. انت لما بتشتريها من بره متبقاش فيها كريمة كتير كده، وعلى فكرة الكريمة دي والله بجد احلى كمان من الكريمة بتاعة الاوريو، ليها طعم الزبدة، كل ما تستعملي زبدة نوعها حلو طعم الكريمة يبقى طعمها حلو. طبعا الاوريو مش هيستعملولك زبدة حلوة اهي. بصوا شكلها اعمليها بقى في البيت لولادك انضف واحسن بكتير من بره، وكمان المواد الحافظه اللي فيها مش هتبقى موجوده، انت عاملاها في بيتك ما فيهاش اي حاجه، وعارفه الزبده المحطوطه فيها نوعها ايه وكل حاجه فيها ايه. اهي بالشكل ده انا كملت الكميه كلها، تحفه وطعمه تحفه. عايزه اقول لكم بجد ان هو طعمه احلى من الاوريو كمان، جربوه ان شاء الله هيعجبكم وهيعجب ولادكم اكيد. اهو شكله تحفه.
تنسونيش بقى باللايك، واللي اول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك فيها ويدعمني، وهشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.